وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مرة أخرى من إيهاب. شكرا لكم سحر ودينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18، الأسكندرية 24-16، مطروح 22-15، بورسعيد 29-16، والإسماعيلية 34-17. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 18، العريش 28-17، طابة 30-20، شرم الشيخ 33-23، والغردقة 35-22. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 22، أسوان 36-21، الوادي الجديد 35-22، شلاتين 31-23، وأخيرا حلايب العظمى 27 درجة والصغرى 22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.